نواصل استطلاع الأوضاع في غزة مع مراسل التلفزيون العربي صالح الناطور الذي ينضم إلينا من رفح. صالح، كيف يمكن أن تصف صباح هذا اليوم في غزة؟ صباح هذا اليوم كانت هناك عدة غارات إسرائيلية وعدد من الشهداء نضال مع ساعات الصباح، والقصف أيضا متواصل على مناطق مختلفة سواء هنا في المناطق الجنوبية أو في وسط قطاع غزة، وكذلك في مدينة غزة. على فيما يتعلق بآخر هذه الغارات وهذا القصف، كان قبل نحو ساعتين إلى ثلاثة كان هناك قصف مدفعي طاولة خيام النازحين ومراكز النازحين في منطقة غرب خان يونس، أدى ذلك إلى نقل عدد من الجرحى في هذا القصف الإسرائيلي. عملية إطلاق القذائف هذه كانت خلال الأيام الماضية مصدرها القوات الإسرائيلية التي تحاصر مدينة حمد الإسكانية، والتي بالأمس في ساعات الظهيرة بدأت تتحرك هذه الآليات والقوات الإسرائيلية في محيط المنطقة وباتجاه الشمال، وتعاود التمركز أيضا مرة أخرى غربا، ثم تعاود حاططها بمدينة حمد الإسكانية، بمعنى أنها إعادة تموضع وليس تراجع للقوات الإسرائيلية. في المقابل أيضا أصوات الانفجارات لا تتوقف داخل مدينة حمد الإسكانية، وبدأت بعض الصور تخرج من المنطقة فيما يبدو أن مصدرها الجانب الإسرائيلي لعمليات تدمير واسعة طاولت عدة أبراج إسرائيلية، أبراج في مدينة حمد، أبراج سكنية، تدمير كامل لهذه الأبراج. نتحدث عن مباني من 5 طوابق، وهذا هذه المدينة فيها أكثر من 50 برجا سكنيا، ويخشى أن تستمر عمليات نسف وتدمير هذه المباني السكنية بعدما اقتحمت قوات جيش الاحتلال منذ أيام المدينة وعمدت على اعتقال العشرات من سكانها، وكذلك مداهمة الشقق السكنية وإحراق بعضها، وها هي الآن كما فعلت في مناطق أخرى في وسط وفي مدينة غزة وشمالها تقوم الآن بعملية تدمير ونسف لهذه المباني السكنية. في منطقة وسط قطاع غزة نتحدث عن دير البلح والبريش، وفيهما كان قصفا إسرائيليا أدى ذلك إلى عدد كبير من الشهداء، وما تزال أعمال البحث أيضا مستمرة عن المفقودين تحت أسفل ركام منازل تم قصفها في هاتين المنطقتين، والتي هي أيضا من المناطق الأكثر عرضة للقصف الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية. دير البلح لا تكاد يمر يوم إلا وفيه غارة إسرائيلية وأكثر تستهدف منازل المدنيين، ويسفر ذلك عن عدد كبير من الشهداء والجرحى. التطور الآخر في الساعات القليلة الماضية تعلق أيضا بحي الزيتون، الذي هو الآخر بات أيضا أكثر مناطق مدينة غزة عرضة للقصف والغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي. تم اقتحام هذا واجتياح هذا الحي قبل أسابيع، ومع تراجعها تبدأ قوات جيش الاحتلال في الاستمرار في عمليات القصف عليه. كان هناك 3 شهداء على الأقل في قصف مدفعي في المنطقة في الساعات في غضون الساعات القليلة الماضية، وكذلك ما رصد أيضا من عملية استهداف في ساعة متأخرة من هذه الليلة لمنزل وسط مدينة غزة، حيث أيضا أغارت القوات الإسرائيلية على هذا المنزل وهناك عدد كبير من الشهداء، وما تزال أيضا الأعمال مستمرة في البحث عن المفقودين. عادة الناس هنا والفرق تباشر عملية البحث عن المفقودين مع ساعات الصباح، في ساعات المساء يكون الأمر صعب البحث في ظل هذا الظلام، وكذلك نتحدث عن منازل تؤوي أعداد كبيرة من العائلات الفلسطينية ومتعددة الطوابق، وبالتالي عمليات البحث تستمر لساعات وأحيانا تستمر لأيام بسبب عنف هذه الغارات الإسرائيلية التي تحيل كل شيء إلى كومة من الركام وإلى دمار وخراب، ليس فقط في المبنى أو المنزل المدني المستهدف، بل كذلك في محيط المنطقة التي يتم فيها الاستهداف. فيما يتعلق بآخر التصريحات أيضا المتعلقة بالوضع الإنساني، الأونورو المفوض العام للأونورو تحدث مؤخرا عن عمليات قتل الأطفال من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقال أنه من قتلتهم إسرائيل في هذه الأشهر الأربعة في 4 أشهر من هذه الحرب الإسرائيلية يعادل من قتلوا من الأطفال في 4 سنوات في حول العالم من حروب مختلفة.
وهذا فيه إشارة قوية لما يحدث في إطار الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين والأطفال والسلطات الصحية. في تقارير لا تزال تتحدث أن النسبة الأكبر أكثر من 70% من ضحايا هذه الحرب حتى هذه اللحظة هم من الأطفال والنساء.